هذه هي قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. تصريح عطية الله حول مباراة بيترو والوداد. أكد يحيى عطية الله نجم فريق الوداد الرياضي أهمية مباراة ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال المقررة ضد بيترو أتلتيكو الأنغولي، لا سيما أنها على ملعب الأخير. وصرح عطية الله إنه منافس على درجة عالية من الخطورة خاصة داخل ملعبه، حيث يلعب بشكل منظم وقد أحرز أندية كبيرة هزمنا في المجموعات وأطاح بسان داونز من ربع النهائي وتابع. أكثر ما يميز هذا الفريق عن غيره هو الحماس والرغبة في كتابة اسمه في تاريخ المسابقة عبر هذه النسخة، لذلك المباراة لن تكون سهلة، وشدد على ضرورة الحذر لأن بيترو مثل الأسد الجريح بعدما هزمناه في آخر مباراة بخماسية، ويخطط لحسم أموره بين جماهيره. وهو صلاة عطية الله، نملك خبرة وحافز للتتويج باللقب، هذه الكأس صارت مطلبا لجماهيرنا وللاعبي الجيل الحالي الذين يرغبون في تكرار إنجاز 2017. وأضاف العودة بنتيجة إيجابية من لواندا كفيلة بتقريبنا من حلمنا الكبير. إلى هنا نصل لنهاية الفيديو، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.